السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هننفذ مع بعض غرزة جديدة من غرز التريكو. الغرزة دي بتتعمل بطريقة الكروشيه، بس النهاردة هننفذها بطريقة التريكو. اسمها الغرزة المنتفخة او غرزة الحمصة. هي مش غرزة الحمصة اللي احنا متعودين عليها، هي غرزة جديدة. هنشوف مع بعض الطريقة. بالنسبة للعينة، عندي بتكون من اي عدد من الغرز سواء فردي او زوجي. عندي عدد السطور 4 سطور. في عندي سطر ابتدائي بشتغله مرة واحدة بس. احنا بنكرر من السطر الاول حتى السطر الرابع. اللي احنا شايفينه قدامنا هو ده الغرزة من الوجه الامامي. بالنسبة للوجه الخلفي فبيكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. الغرزة بتعتمد على الشغل بتاعها، يعني بيعتمد على الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. هنشوف مع بعض ال4 سطور نظامهم ايه. هنشرح ان شاء الله سطر بسطر. وطبعا افكركم تاني ان في سطر ابتدائي بنشتغله كله بالغرزة العدل، ده ما بنكرروش تاني. بنكرر من السطر الاول حتى السطر الرابع، بنكرر على حسب الطول اللي احنا عايزينه. اما بالنسبة للغرز فالغرز مفتوحة سواء فردي او زوجي. ونبدأ ان شاء الله في شرح الغرزة سطر بسطر. بسم الله. هنبدأ في السطر الابتدائي اللي هو السطر اللي مش هيتكرر عندي تاني. بنبدأ بغرزة حافة، بناخدها عدل من اللفة الخلفية، وكل السطر بعد كده بنشتغله بالغرزة العدل. يبقى انا بشتغل السطر الاول او السطر الابتدائي اللي انا مش هكرره تاني بشغله بالغرزة العدل. وطبعا بننهي السطر بغرزة حافة. الغرزة الحافة اللي بتبقى في اخر السطر دي بننقلها على الابرة اليمين من غير ما نشتغلها، والخيط بيكون قدام الشغل. يعني بنجيب الخيط قدام الشغل الاول، وبعد كده بننقل الغرزة على الابرة اليمين من غير ما نشتغلها. يبقى احنا دلوقتي بنشتغل السطر الابتدائي بنشتغله بالغرزة العدل، والسطر ده مش هيتكرر تاني. يبقى احنا اشتغلنا السطر الابتدائي، هنشتغله على كل الغرز اللي عندي، هشتغله بالغرزة العدل ومش هكرره تاني. هنبدأ نكرر السطور من السطر الاول حتى السطر الرابع. هنشوف مع بعض بقية السطور. هنبدأ السطر الاول، وده السطر الاساسي اللي هيتكرر عندي الشغل من السطر دوت حتى السطر الرابع. هنبدأ بغرزة حافة، بناخدها طبعا عدل من اللفة الخلفية اللي بتبقى في اول السطر. بعد كده هنبدأ في نموذج العينة ونشتغل اول غرزة هنشتغلها غرزة مقلوب. تاني غرزة، هاجي هدخل الابرة مش في اللفة اللي فوق، لا هدخلها في الفتحة اللي تحت. يعني هناخدها عدل من اسفل، اسمها غرزة عدل من اسفل. هدخل ابرة هنا واخد غرزة عدل واخرج الابرة واعمل لفة، وارجع تاني ادخل الابرة مرة تانية في نفس المكان واخد غرزة عدل. يبقى انا كده عندي 3 غرز على الابرة اليمين. الغرزة اللي على الابرة الشمال لسه ما وقعناهاش. احنا هنرجع تاني 3 غرز على الابرة الشمال واخدهم ال4 مع بعض. ال3 غرز اللي انا عملتهم مع الغرزة الاساسية اخدهم هم ال4 عدل من اللفة الخلفية. يبقى زي ما شايفين انا دخلت الابرة في ال4 غرز مرة واحدة وهطلعهم في غرزة واحدة بالشكل اللي احنا شايفينه قدام. يبقى هو ده اللي هيتكرر عندي حتى اخر السطر، غرزة مقلوب. بعد كده هعمل 3 غرز في اسفل واخدهم مع الغرزة الاساسية 4 عدل من اللفة الخلفية. تاني خدنا غرزة مقلوب، وبعد كده هناخد نعمل 3 غرز في المكان ده. هنعمل غرزة عدل ونعمل لفة، وبعد كده غرزة عدل تاني في نفس المكان. يبقى انا كده عندي 3 غرز على الابرة اليمين. هرجعهم على الابرة الشمال واخدهم ال4 مع بعض 4 عدل من اللفة الخلفية. بدخل الابرة في ال4 غرز مرة واحدة واخدهم عدل من اللفة الخلفية واطلعهم في غرزة واحدة. يبقى هو ده الشغل اللي هيتكرر عندي حتى اخر السطر، غرزة مقلوب. بعد كده بنعمل ال3 غرز بالشكل اللي احنا شفناه قدامنا وناخد 4 عدد من اللفة الخلفية. يبقى هو ده شغل السطر الاول،
ومن اول السطر ده بنكرر النموذج. تاني بندخل الابره في المكان ده ونعمل غرزه عدل من اسفل، وبعد كده نعمل لفه وارجع تاني ادخلها في نفس المكان واخد غرزه عدل، وهنرجع تاني الثلاث غرز على الابره الشمال واخدهم مع الغرزه الاساسيه 4 عدل من اللفه الخلفيه. يبقى تاني هو ده اللي هيتكرر عندي في السطر الاول، هو ده شغل السطر الاول، هنكرره حتى اخر غرزة. وطبعا بننهي بغرزة حفة بناخدها على الابرة اليمين من غير ما نشتغلها. هو ده شغل السطر الاول بالنظام اللي احنا شفناه مع بعض، شفنا ازاي بنشتغل الغرزة العدل من اسفل، وهو ده الشغل السطر الاول بيتكرر حتى نهاية السطر. هنشتغل مع بعض السطر التاني، والسطر التاني دوت من السطور الخلفية. يبقى انا كان السطر الاول عندي من السطور الامامية، السطر التاني هيكون من السطور الخلفية. هنيجي نشتغل غرزة حفة، وبعد كده هاجي اشتغل الغرزة العدل، هشتغلها عدل، والمقلوب هشتغله غرزة مقلوب. يبقى دي هشتغلها غرزة عدل، والتانية هشتغلها غرزة مقلوب. بفكركم ان دي اللي انا عملت فيها 3 غرز، هشتغلها في السطر التاني هشتغلها غرزة مقلوب. يبقى هنمشي السطر التاني بنفس الطريقة، غرزة عدل اللي احنا اشتغلناها في السطر الاول مقلوب هنشتغلها في السطر التاني عدل، والغرزة اللي اشتغلناها في السطر الاول عدل وعملنا فيها 3 غرز هنيجي نشتغلها في السطر التاني غرزة مقلوب. هو ده نظام السطر التاني. يبقى هنشتغل السطر التاني غرزة عدل وغرزة مقلوب على حسب ما احنا شايفين الغرزة. الغرزة العدل هنشتغلها عدل، الغرزة المقلوب هنشتغلها مقلوب. هنكرر الشغل حتى اخر غرزة في السطر التاني وبننهي بغرزة حفة. يبقى ده شغل السطر التاني زي ما انتم شايفين معايا. يبقى افكركم بشغل السطر التاني، بنشتغل على حسب ما احنا شايفين الغرزة. الغرزة اللي احنا اشتغلناها في السطر الاول عدل بنيجي نشتغلها مقلوب في السطر التاني، والغرزة اللي اشتغلناها في السطر الاول مقلوب بنيجي نشتغلها في السطر التاني عدل. بنكرر حتى نهاية السطر. السطر التالت والسطر التالت طبعا من السطور الامامية. السطر التالت بالظبط زي السطر الاول مع اختلاف الترتيب. هنيجي نبدأ بغرزة حفة، ومن اول هنا هنبدأ في نموذج العينة. هنشتغل ونعمل 3 غرز في الغرزة دي. هندخل الابرة في المكان دوت، هناخد غرزة عدل من اسفل، وبعد كده هنعمل لفة على الابرة اليمين، ونرجع تاني الابرة اليمين في نفس المكان وناخد غرزة عدل برضو من اسفل. يبقى انا كده عندي 3 غرز على الابرة اليمين، هرجعهم على الابرة الشمال واخدهم مع الغرزة الاساسية، هاخد 4 غرز مع بعض عدل من اللفة الخلفية. يبقى انا هدخل الابرة زي ما انتم شايفين في الاربع غرز مرة واحدة واخدهم عدل من اللفة الخلفية، هطلعهم في غرزة واحدة. بالشكل دوت. بعد كده هاجي اشتغل الغرزة اللي جاية هشتغلها غرزة مقلوب، وده اللي بيتكرر عندي حتى اخر السطر التالت. يبقى السطر التالت زي السطر الاول مع اختلاف الترتيب. السطر الاول بدأناه بغرزة مقلوب، السطر التالت تاني غرزة هي اللي عندي مقلوب، لكن برضو بنفس النظام احنا بنيجي نعمل 3 غرز في اسفل الغرزة زي السطر الاول بالظبط. يبقى شغل السطر التالت هو ده بيتكرر عندي حتى اخر غرزة في السطر التالت، وطبعا بننهي بغرزة حفة. دي ما بنشتغلهاش، بناخدها على الابرة اليمين من غير ما نشتغل. يبقى ده شغل السطر التالت. يبقى زي ما انتم شايفين معايا انا بدخل الابرة في الثلاث غرز اللي انا عملتهم والغرزة الاساسية، وباخدهم طبعا عدل من اللفة الخلفية، طلعهم في غرزة واحدة.
والغرزة ديت هشتغلها مقلوب. بنكرر حتى اخر غرزة في السطر التالت. تاني هندخل ابرة في المكان ده وناخد غرزة عدل من اسفل، وبعد كده نلف نعمل لفة حوالين الابرة وندخل الابرة مرة تانية في نفس المكان وناخد غرزة عدل من اسفل ونرجع الثلاث غرز على الابرة اليمين الابرة الشمال انا اسفة، وبعد كده هناخد الاربع غرز مرة واحدة هناخدهم عدل من اللفة الخلفية بنطلعهم في غرزة واحدة. هو ده طبعا اللي بيعمل عندي شكل الحمصة او الغرزة المنتفخة، وبنعمل غرزة مقلوب. يبقى ده شغل السطر التالت بيتكرر عندي حتى اخر السطر. يبقى ده نظام السطر التالت. السطر التالت عندي من السطور الامامية، والسطر التالت زي السطر الاول بس مع اختلاف الترتيب. برضو بنبدأ بغرزة حافة وبننهي بغرزة حافة وبنكرر الغرزتين حتى آخر السطر التالت، وده شغل السطر التالت. السطر الرابع وده من السطور الخلفية وده آخر سطر عندي في نموذج العينة، برضو هنشتغله على حسب ما احنا شايفين الغرزة. يعني الغرزة العدل هنشتغل عدل، الغرزة المقلوب هنشتغلها مقلوب. يبقى بنبدأ بغرزة حافة وبعد كده بنبدأ في شغل العينة. الغرزة اللي انا عملت فيها الثلاث غرز هشتغلها في السطر الرابع، هشتغلها غرزة مقلوب. والغرزة اللي انا اشتغلتها مقلوب في السطر الثالث هاجي اشتغلها غرزة عدل في السطر الرابع. هنمشي بنفس الطريقة، غرزة مقلوب وغرزة عدل على حسب ما احنا شايفين الغرزة. شايفينها غرزة مقلوب هنشتغلها مقلوب، شايفينها غرزة عدل هنشتغلها عدل. يبقى السطر الرابع زي السطر التاني بالظبط، على حسب ما احنا شايفين الغرزة بنشتغل. يبقى السطر الرابع ده اخر سطر عندي في السطور الخلفية واخر سطر عندي في نموذج العينة. اما بحب اكرر نموذج العينة في عدد السطور بنكرر من السطر الاول حتى السطر الرابع. السطر الابتدائي اللي احنا اشتغلناه مع بعض بالغرزة العدل مش بنكرره، بنشتغله مرة واحدة بس. يبقى ده شغل السطر الرابع. فكركوا تاني ان احنا بنشتغله على حسب ما احنا شايفين الغرز. شايفينها غرزة عدل بنشتغلها عدل، شايفينها غرزة مقلوب بنشتغلها مقلوب. بنكرر حتى اخر السطر الرابع، بنكرر السطور من السطر الاول حتى السطر الرابع. وده كان شغل السطر الرابع. وكده نكون خلصنا شغل الغرز عندي اللي هي غرزة الحمصة او غرزة المنتفخة. اشتغلنا مع بعض على عدد مفتوح من الغرز سواء عدد زوجي او عدد فردي. كان عدد السطور عندي 4 سطور. اشتغلنا السطر الابتدائي اللي هو مش بنكرره تاني، اشتغلناه بالغرزة العدل وده بنشتغله مرة واحدة بس، وما بنحب نكرر السطور بنكررها من السطر الاول حتى السطر الرابع. ده الشغل بعد ما خلصنا العينة، بعد ما خلصنا 4 سطور. اما بنحب نكرر بنكرر ال4 سطور من السطر الاول حتى السطر الرابع. شفنا الغرزه سطر في سطر. اتمنى ان يكون الشرح واضح والغرزه تنال اعجابكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.